قتل 23 شخصا وأصيب العشرات في حوادث عنف متفرقة في محيط مدينة بعقوبة شمال بغداد وفق ما أعلنته مصادر أمنية عراقية. كما عثر على 7 جثث لمدنيين كان قد اختطفهم مسلحون من منطقة المقدادية شمالية بعقوبة. وأوضحت مصادر محلية أن الهجمات نفذت بواسطة عبوات ناسفة في منطقتي الرحمة والمهندسين بالإضافة إلى قرية الأسود. كما قتل عدد من المدنيين إثر إطلاق نار بأسلحة الرشاشة من قبل مجهولين قرب دوائر حكومية. وفي تكريت أعلن مصدر أمني أن معارك دارت بين قوات الحشد الشعبي ومسلحي تنظيم الدولة الإسلامية أسفرت عن مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. وأكد مصدر طبي مقتل 10 من عناصر تنظيم الدولة في تلك المواجهات.